هذا النهر يتوسط مجموعة من الصخور الضخمة في وسط وادي هلال لالا. هذا المكان الجميل الرائع. Let's go. كما تشاهدون هنا سريان المياه, يعني سريان المياه يعني بالفعل قوية جدا. انظروا إلى الصخور المحيطة بهذا النهر الجميل. شاهدوا هنا أيضا يوجد مجموعة من الآثار الكنائس القديمة في وادي هلارة الجميل. انظروا حتى على مستوى طول الشجر, طول الشجر رهيب ما شاء الله, بالفعل شيء رائع جدا. وأدعوكم لزيارة هذا المكان في وادي هلارة الرائع. انظروا إلى الصخور, يعني الغرابة في المكان. يوجد هنا كما تشاهدون مجموعة من الكهوف في هذا المكان. هذه الكهوف عبارة عن كنائس كانوا يتعبدون بها ويبتعدون عن الغزاة. بالفعل شيء عجيب وغريب, سبحان الله جمال المكان. أشكركم كل الشكر على استماعكم. معكم رحال مستكشف ماء الصقر من وادي هلارة. سرايا.